وخبر من الاخبار الجميله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، هو واحد من اللعيبه الصراحه اللي احنا لازم ناخدهم كنموذج، وهو صبري رحيل. صبري رحيل اتكلمنا عليه كتير، ولكن النهارده نادي الاهلي بيعلن التجديد لصبري رحيل لمده موسمين. وصبري رحيل من اللعيبه اللي الصراحه لازم ناخدها كنموذج. نموذج في ايه؟ اولا الراجل مجتهد جدا في التمرين، ما بيأثرش، ما تسمعش ان هو بيعمل اي مشكله، على طول ملتزم، ودي من الحاجات المهمه، وتحس ان هو اخلاق النادي الاهلي، لان يعني مش اي لعيب يتقال عليه اخلاق النادي الاهلي، ولكن صبري رحيل من ابرز هذه النماذج. تاني حاجه، صبري رحيل لما بتيجي تلاقيه في الملعب، وممكن هو بيكون بقاله فتره ما بيشاركش، ما تحسش ان هو سايب الملعب، ما تحسش ان هو بعيد. ليه؟ لان هو مركز في التمرين، بيجتهد في التمرين ومستني الفرصه اللي ياخدها عشان يثبت نفسه ويبقى حل من حلول الفريق، لان زي ما قلنا لحضراتكم نادي الاهلي دايما بيعتمد على تقدم الاجناب للامام عشان ضرب التكتلات الدفاعيه للمنافسين. اذا انك تكون لاعب بهذا الشأن ويكون عندك صبر ويكون عندك ايمان طبعا بالله سبحانه وتعالى وبموهبتك، وان انت وقت ما تكون هتاخد الفرصه هتأدي وتجتهد بل وتبدع، والمشاهد والمدرب ما يحسش ان انت بعيد عن الملعب، دي حاجه من الحاجات الايجابيه جدا، وبنشوفها في صبري رحيل، وبنشوفها ايضا في باسم علي، نشوفها ايضا في محمد هالي. كل هؤلاء اللعيبه عندهم الميزه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، والنادي الاهلي النهارده بيعلن التجديد عن صبري الرحيل. بصراحه في حوار خاص ما بيني وما بين صبري الرحيل، قال ان هو طبعا جدد على بياض من غير ما يتناقش في اي امر من الامور، وحبه للنادي الاهلي وحبه لجمهور النادي الاهلي وامتنانه الكبير لجمهور النادي الاهلي، وايضا الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري وكابتن سيد عبد الحفيظ ولجنه الكوره بقياده الكابتن محمود الخطيب، ما خدش تفكير يعني في التجديد وجدد لمده موسمين مع النادي الاهلي. وبنقول الف مبروك لصبري الرحيل، لان صبري الرحيل من اللعيبه اللي لازم يتاخدوا كنماذج في الالتزام سواء داخل الملعب او في خارجه.